الانترنت المظلم. لو انت قاعد دلوقتي بتتفرج على الفيديو ده يبقى انت اكيد بتستخدم الانترنت. وقبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة عن الديب ويب والدارك ويب، احب اقولك انك عبارة عن كتاب مفتوح، واي حد يقدر يدخل على خصوصياتك ويعرف انت بتكلم مين وانت قاعدة فين دلوقتي. انتوا مش في امان عشان اذكياء، الفكرة ان انت اللي جاهل ومش بتعرف تقرأ وتكتب لغات برمجة. بس هو يعني ايه انترنت اصلا؟ بس قبل كل ده ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في 1969 قدروا الباحثين في وكالة داربا، واللي هي اختصار لكلمة Defense Advanced Research Project Agency، يعني وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. وهناك قدروا انهم يوصلوا لبروتوكولات حديثة للتواصل بين أجهزة الكمبيوتر، وسموها ساعتها ARPANET، ودي شبكة بدائية جدا. كان بيتم التواصل بين الجامعات والمؤسسات في الدول المتقدمة من خلالها لمدة 20 سنة تقريبا. وفي 1989 قدر تيموثي جون بيرنرز لي انه يوصل لطريقة اتصال جديدة ومتطورة في الوقت ده، وهي ما يعرف باسم شبكات الويب، اللي هي اختصار لمصطلح World Wide Web، شبكة عالمية بنرفع بياناتنا وتفاصيلنا الشخصية عليها عشان نقدر نتواصل مع بعض. باختصار هي قطعة أرض كلنا متجمعين فيها عشان نعرف نتقابل ونتكلم مع بعض على الإنترنت. لكن للأسف الأرض نفسها متقسمة لجزئين، اللي هما الإنترنت السطحي أو السيرفس ويب، وده بيشكل حجمه حوالي 4% من إجمالي مساحة الأرض، وللأسف كلنا متجمعين فيه. الإنترنت العميق أو الديب ويب، وده بيشكل حجمه حوالي 96% من مساحة الأرض دي، وهو ده اللي عدد قليل جدا من البشر بيستخدموه مقارنة بالنوع الأول. يعني لو افترضنا ان الانترنت عبارة عن كراسة 28 صفحة، فاحنا كلنا قاعدين نشخبط في صفحة واحدة وسايبين باقي صفحات الكراسة فاضية. طب ايه هو الديب ويب ده؟ بص، هو عبارة عن مساحة مشفرة محدش يقدر يخترق خصوصياتك عليها الا بصعوبة جديدة. والموضوع ده بدأ العمل عليه من حوالي 30 سنة بعد ما طالب به الدكتور ديفيد شوم، ونادى ساعتها بضرورة تشفير البيانات وهوية المستخدمين للشبكة العنكبوتية دي. فبدأ معهد الأبحاث الأمريكي US Naval Research Laboratory يشتغل على ابتكار طريقة تشفير تسمح لوزارة الدفاع الأمريكية إنها تتجول بحرية على الشبكة العنكبوتية من غير ما حد يخترقها. وبالفعل اخترعوا طريقة اتصال عشوائية مشفرة اسمها تور، واللي هي اختصار لكلمة The Onion Router، ودي عبارة عن شبكة يرمز لها بالبصلة لتعدد طبقات الشفرات فيها. يعني ايه؟ حضرتك دلوقتي فاتح موقع فيسبوك، يبقى بمجرد ما حصل اتصال بينك وبين الموقع تم تسجيل دخولك، وإدارة الموقع تقدر توصل لجميع بياناتك وتحدد هويتك وتخترق الموبايل أو الكمبيوتر بتاعك وتعمل أي حاجة هي عايزاها، زي إنها تفتح الكاميرا أو الميكروفون وتشوف رسايلك. ومش بس إدارة الموقع، ده أي حد بيعرف يقرأ ويكتب لغات برمجة، ولو الحد ده قدر يوصل لرقم الـ IP address بتاعك هيقدر يخترقك هو كمان. طب والحل إيه؟ الديب ويب هو الإجابة على سؤالك، هو عبارة عن حبر سري تقدر تكتب بيه اللي انت عايزه من غير ما حد يخترقك. ليه؟ عشان نظام البصلة اللي كلمتك عنه فوق، أي محادثة أو رسائل أو بيانات هتنقلها عليه هتكون مشفرة ولا يمكن لحد إنه يتتبعها، وده عشان المتصفح تور هيظهر لإدارة الموقع رقم تعريفي مختلف في كل مرة هتدخل عليه. أكيد دلوقتي بقيت عارف كويس إن الديب ويب ده مش حاجة وحشة زي ما أغلب الناس واخدة انطباع عنه، مساحة آمنة تقدر تتحرك وتتنقل عليها بكل حرية وأمان من غير ما تبقى قلقان إن حد يخترقك أو يتجسس عليك. حضرتك رجل أعمال أو سياسي معروف أو دبلوماسي أو رتبة عسكرية وعايز تنقل بيانات شخصية مهمة أو مرتبطة بشغلك، فالأفضل إنك تلجأ للصفحات الفاضية في الكراسة عشان تحافظ على خصوصيتك واستقرارك بعيداً عن الشخبطة اللي في الصفحة الأولى. وعلى فكرة الديب ويب كان مشروع تجاري في بداية الألفينات، وأغلب الحكومات كانت بتدعو شعوبها ليه في الأول ضماناً لسلامة خصوصياتهم، لأن الإنترنت السطحي اللي كلنا بنستخدمه هو عبارة عن غرفة صغيرة بس من غير باب، وباقي العمارة كلها فاضية.
لكن كالعادة دايما بدأت الناس تستغل مساحة الأمان والحرية اللي موجودة على الديب ويب بس بشكل خاطئ، وهو ده المعروف باسم الدارك ويب أو الإنترنت المظلم. يعني الديب ويب عبارة عن حبر سري تقدر تكتب بيه رسائل وتكون ضامن إن محدش هيقراها غيرك، والدارك ويب هي الرسائل غير المشروعة اللي هتكتبها بالحبر ده، الرسائل اللي مش قانونية، المشبوهة، المؤذية. يعني بناء على نشاطك اللي انت بتقوم بيه على شبكة الانترنت العميق بيتم تصنيفك كمستخدم ديب ويب عادي بيبحث عن سلامة خصوصيته، ولا انت مستخدم دارك ويب بترتكب جرائم وبتعقد اتفاقات فاسدة. وحجم الدارك ويب على شبكة الديب ويب بيساوي 1 من 100%، أيوة 1 من 100% من إجمالي حجم الديب ويب، يعني نقطة في بحر. أنا آسف إني طولت عليك، بس كان يهمني قبل ما أبدأ إنك تفهم الفرق ما بين الاتنين، وتعرف إن الديب ويب ده في حد ذاته مش بعبع ولا غلط، بل هو منطقة آمنة تحمي خصوصيتك. لكن مع احتلال العصابات والمنظمات لأجزاء في المنطقة الآمنة دي، فبتفشل حكومة دولتك أيا كانت هي إيه في حمايتك. طب عالم الإنترنت المظلم ده موجود فيه إيه؟ الغرف البيضاء، ودي مقسمة لمواقع كتير تقدر تتصفحها وتتجول داخلها بسهولة زي التيك توك بالظبط. ومن أشهرهم موقع ألفا باي ماركت، وده متخصص في بيع السلع المهربة. موقع هيت مان، وده متخصص في تأجير القتلة للقيام بعمليات القتل والاختطاف والضرب والاغتصاب. موقع بيسا مافيا، لتنفيذ عمليات الاغتيال للسياسيين. موقع هانسا، متخصص في سرقة الأعمال الفنية واللوحات. موقع وايت هاوس ماركت، وده متخصص في بيع وشراء المخدرات والسلاح والأعضاء البشرية. موقع فيرسا، وده متخصص في بيع الفيزات والماستر كارد المسروقة. موقع WHM، وده متخصص في تزوير وتقليد وتزييف الأوراق الرسمية. موقع رينت اي هاكر، وده متخصص في اختراق الأجهزة والحسابات المصرفية. ويجي بعد كده بقى الغرف الحمراء، ودي موجود فيها كل ما يخص الجانب السادي والجنسي من النفس البشرية، زي موقع مانستر، ده متخصص في تعذيب الضحايا على سبيل التسلية، وفي المقابل بتدفع فلوس نظير اختيارك لوسائل التعذيب مشاهدتك ليها لمدة ساعة. موقع Your Own Pedo Site، وده متخصص في عرض بث مباشر لمقاطع جنسية خاصة بالأطفال. موقع Red Room، وده أشهرهم على الإطلاق، وموجود فيه بث مباشر مرعب بيعرض فيه حالات اغتصاب وتشويه وحرق وقطع الأطراف بآلات حادة، يعني اللي هيخطر على بالك كمتفرج هو بيعمله. موقع Evil for Sex، وده متخصص في بث مباشر لمقاطع جنسية فقط، بس انت اللي هتختار التفاصيل، يعني المتفرج بيكون عبارة عن مخرج. موقع Slave Worship، وده متخصص في بيع وشراء العبيد وخاصة السيدات العذارة، فعليا بيع وشراء مع خدمة التوصيل لغاية باب المنزل. وأغلب المواقع اللي تم ذكرها فوق بيتم التعامل المادي عليها عن طريق عملة رقمية اسمها بيتكوين، والواحدة منها تساوي 826,536,000 جنيه مصري تقريبا، يعني حوالي 52,712,000 دولار. وأخيرا أحب أقولك أنه عالم خفي بيعطيك حرية وأمان من حكومة بلدك، لكن افتكر دايما انه مش هيوفر لك حماية من اذى العصابات والمنظمات السوداء اللي موجودة عليه، يعني هتتعرض للنصب والابتزاز عن طريق اختراقهم ليك. اي نعم هو حبر سري، بس في ناس تقدر تفك شفراته نوعا ما، زي مثلا المبرمج ادوارد سنودن اللي كشف اكبر عملية تجسس قامت بيها امريكا على المواطنين وعدد كبير من رؤساء الدول، واللي تم تسميتها بفضيحة NSA الدولية. وصرح ساعتها بأن الإنترنت السطحي أو المعروف باسم Surface مراقب بأكمله من خلال وكالات الاستخبارات الأمريكية. مش بتكلم في أنهم يقدروا يراقبوك، لا، هم يقدروا يعرفوا أنت كنت بتعمل إيه من 5 سنين طالما كان معاك موبايل أو كمبيوتر ساعتها. المهم هو حاليا هربان دلوقتي وعايش في روسيا، وتعمل عنه فيلم اسمه Snowden إنتاج 2016، ده غير عشرات الأفلام الوثائقية. وكمان المراهق جرام ايفن كلارك اللي نجح في اختراق حسابات باراك اوباما، ومش هو لوحده، وجو بايدن وجيف بيزوس وبيل جيتس على تويتر،
وقدر انه يخترقهم وهو عنده 16 سنة. واثناء التحقيقات اكتشفوا انه يمتلك موقعين للقرصنة على الدارك ويب، وكان بيستخدمهم في الاتجار بعملة البيتكوين. ورغم انه قاصر الا ان تمت معاملته على انه ناضج، واتحكم عليه ساعتها بالسجن لمدة 30 سنة. وعالم الرياضيات اليوناني أسترا اللي نجح في اختراق شركة الطيران الفرنسية داسولت افييشن وسرق معلومات دقيقة وحساسة للتكنولوجيا المتطورة اللي بتستخدمها الشركة في صناعة الأسلحة والمقاتلات النفاثة والعديد من الطائرات الحربية، لدرجة انه تسبب في خسارة الشركة بمبلغ 410 مليون دولار، وباع المعلومات من خلال موقعه على الدارك ويب. وغيرهم كتير قدروا يخترقوا الانترنت العميق بسهولة. انا مش بتكلم على استخدامهم له بصفة شخصية كقراصنة عاديين، لكن جميع عمليات القرصنة اللي قاموا بيها كانت عن طريق اختراقهم لموقع الديب ويب اصلا. طب ازاي؟ انا اقولك، زي ما قلتلك فوق ان الديب ويب ده هو المنطقة الامنة اللي تقدر تتحرك عليها بحرية من غير ما حد يكشف خصوصيتك، وده بيجعله المكان الامثل لحفظ قاعدة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات العسكرية والهيئات الدبلوماسية وكبرى الشركات زي تويتر وفيسبوك وجوجل. وبالمناسبة الفيسبوك موجود منه نسخة على الديب ويب اسمها بلاك فيسبوك، ومش مخيفة ولا حاجة. الفكرة بس ان الشركة عايزة تكون متواجدة في الدول اللي منع استخدام تطبيقها زي الصين طبعا. المهم، قواعد البيانات الخطيرة دي بتكون موجودة على الديب ويب وبيتم قرصنتها لكن بصعوبة شديدة. واخيرا، عملية الدخول على الديب ويب اصبحت سهلة جدا جدا جدا، لكن تم إدراجها كجريمة في مصر لأنها بتعوق مؤسسات الدولة عن مكافحة الإرهابيين والحركات المتطرفة، وده وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018. ما تنساش تتفرج على باقي الفيديوهات واشترك في قناة حياة تانية لمشاهدة أمتع محتوى ثقافي باللغة العربية الفصحى.